مشاهدين ومستمعين قناة النصر المستقلة في برنامجكم الهوار وفي ساحة الأمة هنا، ومعنا اليوم في بيتنا سيلة، وخاصة أخينا قاسم محمد يعقوب يقدر يعبر لنا عن أعداد وتقاليد سيلة ومن المأكولات والمشروبات سيلة وخاصة الألعاب التراثية سيلة. أولا شيء كمان نقول لك مساء الخير. مساء الخير الأخ، ومساء الخير لقناة النصر كمان. نعم. وبعدين قاسم، يعني كان سنة فات المهرجان كان حصل، وسنة ده كمان حصل، وشنو اللي انتوا سجلتوا فوق من سيلة لحد نجمنا، وتقدر تورينا أجواء أعداد وتقاليد سيلة؟ والله شكرا جزيلا. زي تعرفوا السنة فات ده كان ورونا من بدري وسوينا الحاجات كل مكي على ما يرام، ولكن السنة شيء كي لقينا أزمة مع بقول الإيتا ديرجانس، ما خلى الناس يكونوا هالم ويجيبوا لنا المائدة زي السنة فات، لكن الحمد لله في مدة بسيطة بس وقدرنا أنتجنا الحاجات وايدة، وعسى تشوفوا ده وجينا فوق. هاي والحاجات اللي كل كي عنده لو أسماء ولا بس يعني حاجة بس قايد؟ هاي الحاجات دي كل منهم أسماء. زي ده هسه ما تشوف ده بقول له أنجرباي. هاي ده دواي المهاجرين وكافي كل بشولو بكتو فوق ده اسمه أنجرباي. هاي وده اسمه كونتوشا. كونتوشا هاي. أيوه. وده كم مهجم، يعني نادم كم مسي مريض بكواي شنو بهجموا فوق وبفسدوا. نعم. وده قدامه. ده قدامه. ده زمان ده بصب فوق هجليت. بصب فوق نبك كورناكا فول كلت ديفان كلت جماعة ولا كلت راجل كل بنتبا كل زمان ده ما مش خامس كاك دول هولا ودول ما في مثل لا وده كمان الحجاجة داني عندنا أصل كي والكبير من ده كم نقوله ريشات ريشات هاي ريشات هاي تمام. وقاسم بعدين تقدر تعبر لنا يعني الليب أنا عادات وتقاليد أنا سيلة؟ والله الليب عادات وتقاليد في السيلة في السيلة دي عندنا ألعاب كتير زي ما تعرفوا. سيلة دي عندنا قبائل ذاتها جولينا كتير قايدين معنا، لكن في ألعاب بقصة الناس بقصة السلطنة زي النحاسات والريشات، يعني كان مثل النحاس في الزمن ده، يعني كان مثل ولد ويلدو شاب دهب بس خير ويلدو ده كان هو بقى سلطان ده النحاس بقواعد في الليل ببكي كان ولد ولد ان هذا بابكي لان تكيب عرفوا ده بقى فلان ده خلاص بقى سلطان، وان هذا نفس ان هذا والريشات ده كان سلطان عند بقى ماشي شنو بسوقو بودو بلا بلا يا بسوقو ان نحاسات والريشات كلكم بسوقو بقى سلطان ده ماشي ولا كان سلطان ده سافر وجاي وكلا بلا وقفوا هاي. وبعدين تقدر تورينا الدانس يعني الليب انا الاداء التقاليد انا سيله هاي مثلا النحاسات ده يعني زي دقوم ده كل دقين ده عند فوق كلمات او هيدا كلمات معنى عند كلمات معنى اي دقين ده يدقوا كده عند معنى اخر يدقوا كده عند معنى اخر يدقوا عند معنى اخر. الريشات ذاتها نفس كذلك نفس الشيء هم قاعد يدقوم عندهم معنى قاعد يلعبوا فوق زي كان قاعد يلعبوا فوق ماشين كده كان فاتوا جنب المسائل ولا كان مسائل قاموا لهم خلاهم متوالي بقول لهم تيت بسلم تهية يعني تهية خاصة للسلطان. نعم. هاي ولباس انا اللي يبدا مرة نشوف علم انا تشاد بلانجا روج ومرة نشوف لباس عادي، يعني كل ما لباس عنده له مانا زي ما اللي كل عنده له مانا. لا اللباس ده زمان ده هم شغلهم كل تشاكا، يعني عندنا تشاكا ده كل كان تشاكا ده بعد دولهم اديل ده الناس بلعبوا فوقها ورقة مع التطور شوية ده جاء بيجي لهم مثل بقول لي خلق دبلان كل جاي زمان بكتولم ابيض و... وكدمول بربطو ولا الاوين كمان بنتم كل كي داريا لافايا خلق زمان بجيبوه من السودان وسما داريا ده قال الاوين دول بلفو وبمشوا مقرشات وعندهم نجار هنا كلا و... وبسوقوا السلطان ولا كان سلطان جاي بلاقوه ولا كان سلطان ولا كان مثل حفله كبير جاي كله بدور اخذ التقاليد ده جاي مرقو. هاي وغازي تورينا الماكولات والمشروبات والأزراء هنا الأعداد والتقاليد هنا سيلة تقدر تعبر لنا؟ والله المأكولات والمشروبات زي ما تعرفون هم أنهنا في تشاد ده ما رزق كل كهالة واحد،
نقول عن السلة عن الزمان أنا أيام أجدادنا اليوم أجدادنا زمان ده أني نزاتك جمينا دي هديرنا ده يعني كان جاي بجوب لوك ياتو إيش ده يعني ما في سفرة ما في سفرة هاي في ياتو كده كولول بجوب لوك المولد في كولول والإيش ده في أمورة كده كبيرة كبو ستوه أمورة والإيش ده بكتو دقاق دقاق كده مخرف يعني بقول مخرف مراه مخرف مخرف مراه وبكتو وبجبلوك ويا هناك ده كان جابلوك الزمان ده كان مثل ملا شداد ده إذا نك تدي سكده ديهم بس يعني ناس بسوا ما شاء الله الأمة ده الزمان ده بسوا حاجة تمام مرة ومم في ال هيدرنا أني نزات أمة نزات كسو يعني ملا أنا حس ملا أنا لا همساك الدكولا كان هم هناك بأدلو بسوا سلول ودام بده بسلو المولى وهي ده كان خلوا ثلاث يوم بقعد ما بقى في زمان دولي في الثلاجة ولا شنو شنو كله بقعد اي تمام وبعدين عليه ما في شباب كثير هناسيلا نسيوا على هذا التقاليد هذا تقول لهم شنو يعني والله نقول للشباب هناسيلا صحيح اني اكثر من شباب سيلا نسيوا على هذا التقاليد لكن نقول لهم خلي يرجعوا اي نادم كي نمزي نزل بقوله قديمك ما بيجافك أي نادم يقبل في تراسة يقبل هلا عشان أنا يعني ما عندك قديم ما عندك قديم ما عندك جديد مهما يكلف الأمر كله مهما شيء بتقى مهما شيء أنت اللي بيجيت فوق ذاتك تقبل في أعدادك وتخاليدك أي وبعدين عليهم في شباب كثير ناسيلة حتى الآن الريتانا زاد ما بعرفوا برتون يعني شنو السبب عدم الأم عدم الأب أو عدم التربية أو أدم يعني هو حياته كله قاعد في جمينا خلاص يعني ما لما ببريطانا والله إذا نوريك بكل صراحة الريتانا ناس سبب ما بعرفوها عشان الناس أول ما كل الناس قاعدين برا والناس بتتزوج عن بعد لكن في هنا كان عندنا في سلة الزواج يعني أنت يعني مين أنت بيجد مسلم كان من أي قبيلة مهما يكلف أي قبيلة بدوك بتين خلاص شوية شوية كي العسل قاعدين في قزبيدة داخل الرتين ده أكتر ما بعرف الرتين ده نسيوه شوية شوية هاي ده بس الأساس الوحيد شنو سبب الرتين ده ناس بنصو والله ما هو تعرف كل كيمياء من التطور الناس بقوم من خيريتهم بمشوا بكل مهيل آخر ولا بيشيل أولادها بمشوا مهال آخر قاعد هنا 5-6-10 ريال ولا دام بيقبلوا خلاص ريال للكلام ده ما بعرف والريال بالتاني كان ودام كل ما بقوده كان فات ودام مرة واحد ولا مرتين في أمرة ودو سلم أهلهم وشافهم وخلاص وزمان قاسم في شباب قاعدين في جمينة كان مثلا وكذا أنا أطلع أو فاكانس أنا لأكول أو أنا مدرسة الناس بيشيلوا أولادهم بودهم في سلة عشان بيشوفوا أجدادهم بيشوفوا أهلنا أمهم بيشوفوا أهلنا أبوهم وبعرفوا العادات تقاليد ناسيلة وكل شيء لكن حاجة الزمان قبل كم سنة قايد لكن في الأخير ده نشوف كان وطبي كونجي يقولوا ناري كبودي ولا تسيلة كما في قاعدين في جمينة هنا بلابو لي باقوم بلابو جي أقوم تلفون الكبير مرق وخلاص يعني مزول كما بيفكر كان ودي علي في سلة هناك عشان بيشوف هلا نقوله كيف أجدادك هم كيف سلاتين قاعدين كيف يعني ريتانا ناسيلة ذات قايد الناس كل كم معلومة بوسو أسا الكبارات الانت الكبير ما سويتها الشباب أمبار كان جمع كمان يمكن يخلف في جمينة بس وقايد هاي كلامك ده صحيح أني ذات الحاجات دي لاحظناهم عشان تعرف زمان ده ما شاء الله ناس بشولوا أولادهم الكبارات الزمان ما شاء الله بشولوا أولادهم منين وبمشوا لنا في سلا وده ولادك ولادك لكن حسا مثل ده شيء كله قاعد تطور واي بدل يشيل الايال بودي هناك كان كثير برسل كان يجي ام مردانه ولا خالته مردانه ولا من اهل واي مردانه غلب بيجيب بقالي جي خلاص الاولاد بيشوفوهم دي كدر حبوبتي مودي كدر خالتي مودي كدر احلم يعني يا وخلاص يقول لك لا انا في القطله ده يعني داير نجيب لهم سواء مدرس في البيت عشان يكريم وحاجة كده ولا ودين كمان نمن بشبور بقول أنا يعني ده ماش بودين مع سلة بودين في كاميرون أو بودين في مصر أو بودين في أي مكان زي ده. أوكي قاسم آخر سؤال الفستيفال سنة داري سنة فات شفتوه وسنة دا شفتوه شنو يعني بين السنة فات وتغيير ما سنة دا وشنو لك آخر كلمة لكل إخوان ناصيلة وشنو لك شكر لقناة النصر ولكل أمة ناصيلة الموجودين في عصمة جمينة والله بكل صراحة كل قناة النصر
نشكرها كثير ما كسرت كنادو مس انا دا من مشاهدنا قناه النصر دائما نشاهد قناه النصر دغا نشيف وجوب والاعداد والتقاليد وبمشوا في اي في اي اقليم وشوفوا الات والتقاليد دغا بوجوبو دواي نشكرهم كثير وكلنا السلا نقول لهم خلي يربطوا سلوبهم يعني المثل الاحتفال له جاي بس جاي طوالي يعني نميزوا ونكونوا ونجوبوا الحاجات ده اكثر من ده وفي كلمه وحيد نسيتك عندنا السفاره السفاره ده زمان ما ناس كثير ما قايد دوكو عندنا السفاره ده كله عندها معنى سيسي زمان ده كان نادم دمي سي السفاره ده بكوا كان جاي ده كان سفر ده 15 كيلو بنسمي يجوت سفر ده السلطان يقول لي اقعد سلطان يرسل لي ناس يزهبوا قبل الثاني يقوم يجي ومن ابناء السلا اسمه ابو بورما الله يرحمه فات في السودان زمان في السودان في علاج بس وما اهل كل ما قاعدين هناك بخادي فات لهم في الاهل وشنو وخلاص شالوا في عندهم مهرجان وفاتوا ما هناك مالو شوبين وشنو وهو طلع نمر واحد بالسفاره ده يا هو هناك شالو كمان ودك ده قالوا نادوا ما اجانا كده كده من داجو دول كده كده وخلاص شالو ودو في تانا زمن نميري وطلع لهم نمر واحد بعد ده كبا جاب لهم على تام الميتا ورا كم كبا راجع في تسجيل وانتهى الى رحمه الله اللهم شنو لك شكر اخر والله نشكر الناس نظموا الفستيفال المهرجان داري نشكرهم كثير الشيء عشان الشيء ده دحابة من سنة فات سوى حاجة السنة يزيد شوية والسنين الآخرين إن شاء الله يكون على ما يرام ما نقول لهم شغلهم 100% لا سي مقصرين ما لا لأن الناس الحصل بوجودة في الواجب هم يبنادون مشول مسؤوليتهم بجوبهم بفتشوا لهم بيوتهم وأقول لك 23 إقليم واجب يفتش لهم 23 بيت لأن الناس كلهم يدلون في خيماتهم في مسكن هنام لكن هذا ما بصول الناس بخلوهم أي بروفنس كان جدا أحلى بس يدبر عليه يأجر له بيت يسوى حاجة هن أكل وكي وكي ده بس نقول لهم بكان ده قصره خلي لسنة آخر ده خلي أدلوه ولا الناس يقوم قبل أسبوعين ثلاثة عشان الناس دي يجوزوا يجيبوا الخماخيم بتاع الأعداد والتقاليد إن شاء الله وشكرا عليكم بارك الله فيكم أعزائي المستمعين ومشاهدين قناة النصر المستقلة في برنامج الهوارة جينا مع أخينا هناك غاسم محمد يعقوب وكمان كلم لنا كثير من إخواننا سيلا ومن المأكولات ومن الألعاب وخاصة كمان من اللغة عن السيلا خاصة عن الداجو ونشكركم على حسن المتابعة ونشكر كمان لكل إخوة الحالي متابعنا في عصمة جمعنا هنا وخاصة في صحة الأمة وخاصة لكل إخواننا دار سيلا الموجودين في جمعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.